نشرة والأخبار، أهلا بكم. المستهل بمخالفات التقلبات الجوية، حيث اجتاحت مساء أمس أمطار رعدية غزيرة مصحوبة ببرد اجتاحت ولاية المدية، متسببة في ارتفاع منسوب مياه الأمطار وفيضانات عارمة بكل من بن سليمان والعمارية والعزازية والسواقي والبروجية وسيدي نعمان، أدت إلى وفاة 4 أشخاص في منطقة بن سليمان، أعمارهم تتراوح بين 13 و53 سنة. مصالح الحماية المدنية تدخلت وحدتها لإسعاف المتضررين، مسجلة خسائر مادية معتبرة تمثلت في تضرر 105 سيارات سياحية ونفعية وأضرار بالمحلات التجارية وببعض المنازل المنجزة على ضفاف الوديان. كاميرا تلفزيون تنقلت إلى منطقة بن سليمان وعاد الزميل علي سليماني بهذا الروبورتاج. أمطار رعدية طوفانية بسيول جارفة اجتاحت ليلة أمس إقليم بلدية بن سليمان بولاية المدية، فكانت كافية لتحول الأحياء إلى برك راكدة وأوحال في كل مكان. كانت الظاهرة هذه مفجعة يعني عظيمة، شيء يعني هو القلوب. الله ربي يجيب الخير. كاين شي ناس بزاف شغل هذه حاجه ربي شغل ان شاء الله واحد يكون صابر، هذا ما نطلب منكم. حمل الواد ادى السيارات اللي كاينين فما كل داهم. كانت عند الامطار هذه بدايه من الساعه 7:45، ولكن الامطار تهاطلت بكثره عند حدود الساعه 9:45، خلفت هذه الفيضانات ما يلي: اولا 3 ضحايا، فرد ب 52 سنة والفرد الآخر 35 سنة، والبنت من المتواجدة في مركز الصم والبوك ببن سليمان والتي حوالي 13 سنة، إضافة إلى خسائر مادية معتبرة التي تلاحظونها: سيارات نفعية وسيارات سياحية تجاوزت 100 سيارة محطمة تماما. المتضررون من الأمطار الرعدية التي استمرت لنحو ساعة من الزمن خلفت خسائر معتبرة في ممتلكاتهم. فور يعني تلقي هذه المعلومات قمنا بتنصيب خلية أزمة على مستوى الولاية، ضمت المصالح الأمنية وكل مدراء القطاعات المعنية، قمنا بإحصاء وتسخير كل الإمكانيات المادية للتدخل الفوري. بعد ذلك مباشرة تنقلنا إلى عين المكان. مؤسسات وسكنات تضررت من حدة الكارثة الطبيعية التي تعرضت لها هذه الأحياء الشعبية في بلدية بن سليمان. في زيارة ميدانية بولاية توغرت، وقف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد على مشكل تأخر تسليم مستشفى 320 سرير، كما عاين بورقلة أرضية مشروع المستشفى الجامعي واستمع لانشغالات مستخدمي قطاع الصحة. عيسى تومي. في مستهل زيارته إلى ولاية توغرت، وقف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد عند مستشفى 320 سريرا، حيث اتخذت جملة من الإجراءات بناء على ما كشفته نتائج العملية التفتيشية حول أسباب تأخر تسليم هذا الصرح الطبي. مانيش راضي جدا، وبعد هذا بعد ما بعثت فرقة تقنية مفتشين وداروا لي تقرير، درسوا وشافوا وزاروا أكثر مني، أنا جيت زيارة خفيفة. لا سيد الوالي، غير مقبول هذا الشيء، وليس إلا مستشفى توغرت، سو ني با نورمال كونترين كوم سا. ما يبقى لك سيد الوالي إلا لا ريزيلياسيون، سمعت، فسخ العقد، وفي أقرب وقت تعاود تدرس كامل المشروع ونوتر مارشي وبسرعة ونخدمه ياسبا في أسرع وقت أسرع الأجال، يعاودوا ينظموا الأمور افيك بيناليتي دو روتار. وبورقلة وقف الوزير على وضعية المؤسسة المتخصصة في الأمراض العقلية بحي الحدب ببلدية رويسات، وعاين أرضية إنجاز مشروع المستشفى الجامعي. لأن فيه كلية لازم يكون مستشفى جامعي، وشفتوا الصور فيديوهات جميل جدا، وإن شاء الله يكون بهذا الشكل أو بشكله الخارجي وبالخدمات والاختصاصات اللي موجودة، هذه تجعل ولا تعمل ولا تمد خدمات
ذات مستوى عالي وفيه تكوين، فيه التربص، فيه البحث. عبد الرحمن بن بوزيد وخلال هذه الزيارة التقى بمستخدمي قطاع الصحة وممثلي المجتمع المدني، حيث طرحت جملة من الانشغالات على المستوى المحلي. صحياً، وعن الوضعية الوبائية بالبلاد، سجلت 195 إصابة جديدة بفيروس كورونا وعشر وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما تمثل للشفاء 136 مريضاً حسب بيان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. هذا وأعلن معهد باستور أمس أنه تم الكشف ولأول مرة عن 6 حالات من السلالة الهندية في ولاية تيبازا، في حين تم تسجيل 37 حالة جديدة من السلالة البريطانية حسب ما أفاد به بيان للمعهد. أمرت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة أمس أمرت بمباشرة إجراءات سريعة للتكفل بالوضع الصحي للفنان القدير صالح أوغروت الذي تعرض لوعكة صحية مفاجئة. وأكدت الوزيرة في بيان نشر مساء أمس أنها تتابع عن كثب الحالة الصحية لهذا الفنان الكبير وتتمنى له الشفاء العاجل والعودة إلى جمهوره ومحبيه. يذكر أن الفنان صالح أوغروت يعتبر من الفنانين الموهوبين الذين ميزوا بحضورهم الدراما الجزائرية في السنوات الأخيرة ونال شهرة كبيرة وواسعة بفضل أدائه المقنع لشخصية أصبحت محبوبة في الوسط الجماهيري. وكانت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة قد تقدمت بأخلص التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد بلاحة بن زيان المعروف بالنوري في مسلسل عاشور العاشر، كما قدمت تعازيها للأسرة الفنية. الجزائريين تأثروا لوفاة الفنان الكبير الفكاهي بلاحة بن زيان في افتقاده، افتقدت الدراما الجزائرية، افتقدت اسم كبير لا يمكن تعويضه أبدا. هو كان عنده روح طيبة، عنده بساطة في التمثيل وقوة كذلك. هذا يعني الخصوصية اللي كان يتميز بها بلاحة تجعلنا اليوم حزينون جدا لهذا الفقد. نقول لله ما أعطى ولله ما أخذ. كان توفى بعد تأثره بتدهور حالته الصحية. أنا أعزي نفسي وأعزي كل الجزائريين والساحة الفنية عامة بهذا الفقد، وإن لله وإنا إليه راجعون. في زيارة عمل وتفقد قادتها إلى ولاية الأغواط، أكدت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة على أهمية حماية التراث المادي واللامادي الذي تسخر به المنطقة، كما أشرفت بالمناسبة على تدشين بعض المنشآت الثقافية بالولاية. أحمد شوقي بونيف. تراث مادي ولامادي تسخر به ولاية الأغواط كالقصور التي تمت إعادة تهيئتها وترميمها، وذلك بالحفاظ على الهوية الحضارية والتاريخية للمنطقة، وهو ما وقفت عليه وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة كقصر تاويالا، قصر عين ماضي وقصر كردان. المشاريع الترميمية تدخل في استراتيجية عامة، هي استراتيجية الاستغلال الاقتصادي للتراث الثقافي، وهذا هو شعار شهر التراث لهذه السنة. يمثلون بالنسبة لنا يعني فرصة لتعزيز وتقوية السياحة الروحية الدينية في الجزائر. كل شيء، كل ممكنات موجودة. الالتفات إلى المعالم التاريخية والمساجد التي تعرفها الأغواط خاصة بمدينة عين ماضي، فهذه الأماكن والمزارات تعد قبلة ووجهة حقيقية من شأنها تعزيز السياحة الداخلية وإحياء للتراث الثقافي بها. وحنا على هذا الشيء علاش تين الدولة، دولة الجزائرية، باش ما تخليش الأمور ينهاروا، باش هذه الأماكن اللي تجي الناس المريدين التجانية ويجوا يزورهم ويلقوهم في ديك الشوفة تجي حاجة صعبة. هذا واجب، واجب وحق في نفس الوقت أننا نحافظوا على تراثنا، والآن لابد أن نثمن كل هذا ونكون في مستوى هذا التراث. كما أشرفت الوزيرة أيضا على تدشين قاعة للسينما بمدينة أفلو ومسرح جهوي بمدينة الأغواط الذي كان مطلبا لفناني هذه الولاية، وكذا إعطاء إشارة انطلاق قافلة لتوزيع أكثر من 12 ألف كتاب
لفائدة المناطق النائية. في الرياضة تلعب اليوم مباريات الجولة 20 من بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. برنامج مباريات هذه الجولة يكون على الشكل التالي: شبيبة سكيكدا اتحاد بسكرة، نادي بارادو سريعة غيليزان، شباب بلوزداد جمعية عين نمليلة، مولودية الجزائر اتحاد بالعباس، وفاق سطيف اتحاد الجزائر، شبيبة الثورة أولمبي لمدية، مولودية وهران نصر حسين داي، وداد تلمسان شباب قسنطينة، وأخيرا أهلي برج بوعريريج يواجه شبيبة القبائل. وعن مستجدات الوضع الوبائي في العالم، تخطت حصيلة الإصابات بفيروس كوفيد 19 في الهند تخطت عتبة 20 مليون مصاب، كما تم تسجيل 222,000 حالة وفاة. هذا وتعاني المستشفيات في الهند من أكسجين وأدوية العلاج رغم الجهود الدولية المتواصلة لمساعدة نيودلهي للخروج من الأزمة ومواجهة انتشار الوباء. لقي 15 شخصا مساء أمس مصرعهم وأصيب 70 آخرون في انهيار جزئي لجسر علوي لقطارات أنفاق العاصمة مكسيكو سيتي بالقرب من محطة أوليفوس جنوبي العاصمة على طريق متدلي، بينما كان قطار يتحرك وسط حركة مرور السيارات. وأظهرت مقاطع فيديو رجال الإطفاء وأعوان الإنقاذ وهم يكافحون طوال الليل لإخراج ركاب القطار والبحث عن الناجين وسط الأنقاض. إلى سوريا، حيث تمتلئ شوارع الحارة القديمة للعاصمة السورية دمشق بأنواع من الناعم السوري أو الخبز التقليدي الذي يزين مائدة رمضان، وهي الأكلة الشعبية المفضلة لدى السوريين في هذا الشهر الفضيل. عبد الله بوزاري. لا يكتمل عبق الحارة القديمة في العاصمة السورية دمشق في شهر رمضان إلا بخبز رمضان أو الناعم السوري كما يسمى هنا في دمشق، إذ يرافق الناعم السوري الشهر الفضيل ليزور بيوت السوريين في السنة مرة. يبتاع الناعم السوري في المحلات المنتشرة في العاصمة. أكلة شعبية ومستحيل يعني أنه ما يمرق رمضان والعالم ما تشتري فيها، صار يعني عليها إقبال بس مو زي السنة الماضية، وكونه يعني مدخولة كتير رائع يعني بسعرة كتير رخيصة بتتقبلها العالم. يعترف باعة حلوى الناعم أن ظروف الحرب أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطن السوري الذي وجد ضالته فيها بسبب غلاء باقي الحلويات التي كانت تزين المائدة الرمضانية السورية قبل أن تغيب بسبب ارتفاع أسعارها الناتج عن غلاء مكوناتها. أسعارها يعني مقبولة مع الكل، مع الفقير ومع الغني، يعني هلا في عندك فقير بقول لك لا بشتري لي كيس ناعم حقه 2500 أو 3000 ليرة، أحسن ما أشتري لي مثلا صفة بقلاوة أو صفة قشطيات هدلون الأشاطي يعني ب 30 و 35 ألف. الأكيد أن عمق الحضارة السورية الضاربة في العمق ستكون عاملا مهما في الحفاظ على الموروث المادي للبلاد رغم المأساة التي تعيشها منذ نحو عقد من الزمن. في ختام النشرة أشكر لكم كرم المتابعة مشاهدينا، إلى اللقاء.